احنا ضايعين بزاف في هاد الواد العشوائي بزاف، مضيعين لا في الماء لا في الضوء ولا في. والمشكل انا عندي واحد المشكل صعيب في الموتور، ما كاينش لي شارجي لي، كان اللي كنمشي عنده كيردني. يعني الموتور احنا ما عندنا عشوائي، ما كاين لا ضوء لا ما، ما كاينش فين نشارجي الموتور. دابا الضوء ضروري من الضوء في الدار باش تشارجي. حيت ما عنديش انا، ما كاينش فين نشارجي، ضروري الضوء هذا. الا خطاني هذا ما كاينش باش نتمشى، ما كنتحركش انا من غير الموتور ديالي. دابا خصك تطلبي شي حد بعيد على هذا الحي باش يشارجي لك الموتور. ومازال واخا تمشي عندهم تيقولوا لي راه يجينا الضوء غالي، كيشوفوا الموتور كبير وداك الشيء كيقول لي يجينا الضوء غالي، ما نقدرش ندير لكم شي حاجه. وكنشوف تنعيا وكنحبس انا كنبيع ونشري غير حوايج بحال هكا في السوق وداك الشيء، من ما كنمشيش ما كنترزقش كاين اللي دخل عليك حتى شي حاجه. والوراق بحال شهاده السكنه ولا الوراق كلهم ديال الشخصيه ديالكم ما كيعطيوهمش لكم هنا؟ لا ما كيعطونا، ما عطيناش، قال لك انتم مجهولين ما كاينينش في هذا الحي، ما كاينينش زعما في هذا المغرب. مقاطعه ولا كل شيء جرى عليا انا، قلت لي بغيت نطلع لاكارت وداك الشيء، قال لي لا لا كنتو تما ممنوع. دابا انت ما عندكش لاكارت؟ لا درتو على حساب خويا بكاري. ما بغاوش بزز. دابا خاص يكون عندك شي حد كاري بعيد باش تقدري ديري بزز وبالواسطه وداك الشيء. ومازال كيبقاو متبعينك، ما بغاوش يديروا لينا حنا كاع. انت ما كتستافدي من حتى شي بروغرام ديال الدعم ديال الناس فوضعيه اعاقه، حتى شي برنامج ما كتستافدي؟ والو، طلعنا الوراق مع بيت، قلت لهم انا حيت ما كنخدمش، ما صحتي ضعيفه، عندي الاعاقه، ما نقدر نخدم لا والو، زعما عطوني غير شي حاجه مصروف ولا شي حاجه، يعني شي خليصه اللي تبقى تخلص عليا. شكون اللي غادي يهز؟ ما هزليت شي حد. والدي راه كبروا، امي الوالده ديالي ما كتشوفش، عندها الشوف قليل ما كتشوف والو، الوالد ما خدامش غير جالس، وانا كنستعمل الدواء 12000 ريال 14000 ريال تاع الدواء ديال العصب. ما عندكش تغطيه صحيه؟ لا ما عنديش. اذا ما كاين لا اكستري، ما كاين لا لاكارت ناسيونال، لا تغطيه صحيه، لا حتى شي حاجه عند هاد الناس. والو كنمشيو كاع نمشيو مراد موقفين، عندي التنفس كتحبس ليا، كنمشي موقفه كاع نمشي عجلات وكيردوك تخلصي الصندوق، وانا ما عنديش. كتحسوا براسكم منسيين هنا في هاد الانزال؟ منسيين بزاف، مجهولين هنايا بحال ما كاينينش، احنا ما مسلمينش، ما ليكمش هنايا. شحال هادي وانت ساكنه هنا؟ تكون شي 10 سنين قريبا. 10 سنين وانت ساكنه هنا؟ كاينين الناس اللي تزادوا هنا؟ كاينين اللي تزادوا، هي ولادهم ما بغاش يديروا لهم الحاله مدنيه ولا حتى حاجه. اشنا هي الرساله اللي غتوجهي اليوم للمسؤولين؟ انت وحده من الساكنه. بغيتهم انا يديروا لنا شي حال حتى حنايا، بغينا حتى حنا الضوء، بغينا حتى حنا الماء، بغينا ولفنا هنايا وساكنين شحال وما بغا يحيدونا. ما كيجيوش عندكم الشفاره يدخلوا عليكم ولا شي حاجه؟ وموجودين هما الكثار هنايا في طرست بزاف، كاين الشفاره كاين السكيريه كاين، ولكن اش غنديروا؟ البوليس الصافيت ما كتدخلش هنايا؟ ما كتدخلش، كدوز ليه من الشانطي لتحتاني قليل، ما كيجيوش عندك. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تيفي.